معنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعوي. مرحبا بك سيد حسين. اذا اكثر من 20 مسؤولا كبيرا قد صدرت اوامر قبض بحقهم بحسب النائب طلال الزوبعي، كيف يمكن ان تدير هذه النخبه بلدا يحتاج الى النزاهه لاداره مواردها؟ يعني اليوم الحديث عن الفساد في العراق يعني حقيقه اصبح لا قيمه له، واشبه بمن يتكلم عن او عن من يريد ان يثبت الادله بوجود شمس في عز النهار. اليوم منظومه حكوميه فاسده من الحكومه الى البرلمان الى مؤسساتها الى كذا، لا يمكن اليوم ان المواطن العراقي يحتاج الى دليل او الى اثبات بان هذه المنظومه الفاسده تستطيع ان تستمر بالعراق وتنقذه الى برا الامان، هذا غير ممكن وغير مقنع ابدا. اليوم العراقيين يريدون ما هي الحلول لمثل هذه المشاكل، أما تشخيص هذه المشاكل أصبح واضح للعيان لأدنى مواطن عراقي يدرك أن هذه المنظومة فاسدة، بل خارج العراق اليوم يدركون أن هذه المنظومة لا تستطيع أن تمضي بالعراق إلى حر الأمان وتستطيع أن تكون ضمن مصاف الدول ليس المتقدمة بل من دول العالم الثالث نسبة بقية الدول الجوار. النائب رياض المسعودي قال إن الأموال التي اختلست بسبب الفساد تكفي لبناء عراق جديد، ما حقيقة هذه التصريحات؟ بالتأكيد هذه التصريحات صحيحة وأكيدة، ولكن ما هو دور النائب وهو مسؤول عن هذه الأموال التي سرقت؟ ما هو دور المسؤول الذي هو مسؤول على هذه الأموال؟ هل يكفي تصريحاتهم؟ لا يكفي، التصريحات هذه من اختصاص الإعلام والصحافة والمحللين وإلى آخره، أما المسؤول يحتاج إلى معالجة. نحن نطالب النائب الذي يتكلم هكذا بالعمل بالعلاج بالإجراء ليس بالتصريح يكفي، نحن نعلم ذلك. ما صرف على الكهرباء يكفي لبناء العراق، ما صرف على الماء مضخات يكفي لمن، ما صرف على كل شيء ما صرف عليه هو يكفي لبناء العراق، ولكن لا يوجد إجراء من قبل هذه الحكومة لمعالجة هذه الطامة الكبرى التي هي أس المشكلة وهو الفساد الحكومي الذي أصيب وشل هذه الدولة من القمة إلى الهرم. نبقى مع تصريحات النواب. يعني عاليا صيف ذكرت أن الأحزاب استولت على عقارات تصل قيمتها ل 150 مليار دينار عراقية، من يراقب إذن سي حسين هذه التصرفات، وأين هيئة النزاهة في هذه المعاملات ومجلس النواب عموما؟ يعني في مرة أحد النواب قال هيئة النزاهة تحتاج إلى نزاهة، هذا يعني تصريح خطير جدا عندما مسؤول يتكلم بهذا الطريقة. يعني السيدة نصيف أليست هي واحدة من هذه منظومة الفساد؟ يعني من أين لها ما تملكها الآن؟ أليست هي أيضا تحتاج إلى نزاهة وتحتاج إلى تحقيق فيما يملكونها جميع النواب؟ اليوم لا يوجد واحد ذهب إلى العمل السياسي في العراق إلا ووضع في نيته الفساد، يعني النية سابقة للعمل. اليوم المرشح إلى أي عمل حكومي في العراق أول ما يضع في نيته هو الفساد وكيفية الحصول على المال. المنظومة فاسدة يا سيدي، السمكة فاسدة من الرأس إلى الذيل، وليس فقط كما يقال رأس السمكة فاسد أو ذيلها فاسد، بل هي من الذيل إلى الرأس. المنظومة تحتاج إلى علاج جذري، تحتاج أما إذا إلى علاج كما يتصور البعض تدريجي، والله 50 سنة لا يمكن إصلاح هذه المنظومة. إذن ربما ينطبق التشبيه الذي شبهه النائب السابق رحيم الدراجي بأن الأحزاب السياسية باتت إمبراطوريات أقوى من الدولة. نعم بالتأكيد إمبراطوريات. اليوم أنتم تعرفون أن رئيس الجمهورية توفر في صراعات ما بين هذه الأحزاب، هل هو دور رئيس الجمهورية والوساطة بين على فرض القانون؟ يعني أنت لاحظ اليوم الدولة العراقية كيف تدار، رئيس وزراء رئيس جمهورية يتوسط بين هذه الأحزاب في قضايا الصلح بدل خصوماتهم وبدل انتشار أسلحتهم في الشارع وفسادهم على المواطنين. هذه ليست دولة اليوم، لا علينا أن ندرك الدولة من مهامة تطبيق القانون، فرض القانون على الجميع ومحاسبة المقصرين. اليوم لا نجد ذلك، فقط على المواطن الفقير المهجر البسيط الذي يقتال أو يقطع عيشه بأدنى تهمة بأبسط التهم ومن أدنى الأشخاص، هذا هو مهمتها الدولة. مهمتها أن تصلح ما بين ميليشيات وما بين أحزاب، لا يمكن، هذه ليست دولة. الدولة تفرض القانون على الجميع وتفرض إرادتها. اليوم احنا يعني شبه دولة موجودة. نعم، إذن مع هذا الفساد في الملخص نقول هذا الفساد الذي يأكل مؤسسات الدولة، ومع تعاظم دور الميليشيات على دور الدولة، تعتقد أن العراق أصبح دولة فاشلة بالمفهوم المصطلح السياسي إن كان يعني يمكن أن نطلق عليه دولة؟
بالتأكيد نموذج الدولة الفاشلة من يريد أن يقتدي بها فليقتدي بالعراق، وهذا معلوم. ما هو حالنا قياسا إلى دول الجوار؟ هاي دول الخليج أليست هي دول الجوار مجرد تعتمد إلا على النفط واردها الرئيسي، بينما العراق وارداته إضافة للنفط موارد أخرى. هل هو حالنا اليوم ينطبق على حال دول الخليج والدول الأخرى؟ لا يمكن، لا يمكن أن نقبل. لا يوجد منصف، أغلب مسؤولين هم يسكنون في الخليج وتكون بلدهم، وهم فقط يداومون بالأسبوع يومين وعوائلهم موجودة برا. عدم قناعتهم بما هو موجود، وهم أس المشكلة، وهم أس الفساد، وهم المسؤولين على ما يجري. شيء غريب جدا. هذا وضع العراق اليوم، إما نازح وإما مهجر أو معتقل أو يستجدي في الشوارع وفي الطرقات. والله هذا أمر معيب جدا، معيب جدا على من يتصدر لهذا العمل السياسي، وهو يدرك أنه فاسد وهو مسؤول على هذا الفساد. شكرا جزيلا لك سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي.